صباح الخير عليكم، نهاركم زين، نهاركم مربوح ان شاء الله. اليوم جيت ماشي فيديو تاع ماكله ولا تاع اون غوسات جو دير، بصح اليوم جيت وحبيت نوري لكم هذا قبالك تعرفوه كامل. وهو جاني هذاك الضلع الفضي ولا لو تروفي هذاك اون ارجون، لحقني البارح مع العشيه، ويعني فتحوه دراري امبوسيبل يصبروا، راكو تعرفوه حلوه. بصح اليوم حبيت نوريه لكم باللي لحقني. انا عندي واحد شهرين من اللي طلبته والحمد لله لحقني بسم الله. هاوليك كامل تعرفوه دوك، والفتو لي زوتر يوتيوبرز كامل يجيهم بسم الله. هاوليك هاهو لام دو تاب روح المائده، فوالا هذا يعني جاي كوم ان كادر، واحد يقدر يعلقو يعني جوست اون ريكونيسونس يعني بوغ ان سوكسي تاع خدمه تاع بلوس دون اني، يعني فايت عام لي حليت القناه عندي الحمد لله 134 مشترك ومشتركه، يعني كاين لي زابوني كاين لي نو ابوني، يعني المهم فوالا جمع هذا ثانيت تاع سوكسي. Voilà, les comme quoi, on des 100 000 abonnés plus. Voilà, on a dit qu'on peut le faire, yani, غير طلبته ما طولش هاهوجا. Voilà, حبيت نقسم معكم الفرحة تاعي كي لحقني. يعني سي سيمبوليك، هذا ماشي حاجة يعني كبيرة ولا فيه دراهم ولا كنت عارفه، مي كومام سي ان اونور. يوتيوب هاو من الماريكان مشى شحال من طريق باش الحق ليا، وهذا كامل بيكم انتوما. لو كان ماشي انتوما اللي راكو ابوني عندي ولا راكو تشوفوا يعني تشوفوا لي فيديو تاوعي، مانيش وصلت يعني هكذا، وهذا يجيب هذا هذا يجيب هذا، والحمد لله وصلت درت 134 مشترك ومشتركه، من خارج الوطن من داخل الوطن، يعني من كل الولايات، بخس كامل الولايات راهم يشوفوا. اكثر خيرهم يعني، وان شاء الله انا كن قد المسؤوليه هذه، باسكو الواحد باش يوصل اميساج ماشي ساهل، كاين اللي تصدق له كاين اللي ما تصدقلوش. انا والله نمد لكم يعني من قلبي الحاجه اللي نعرفها واللي نتعلمها واللي سختو ننجح فيها ونشوفها باللي تليق وتوالم، نوريها لكم. كل واحد وخاطره، يعني كاين اللي كل واحد واش يحب في هذه الدنيا، قال لك لي غو لي كولور ساس ديسكوت با، يعني الاذواق تاعي وتاع واحد اخرى يقدروا يكونوا مختلفين، بالك انا ناتيري اللي عندهم الذوق تاعي، يعني ماشي ملزوم ماشي كامل الناس عندهم الذوق تاعي، كاين الحاجه اللي تعجبها كاين اللي ما يعجب ما تعجبهمش. المهم هذه يعني حكايه واحده اخرى. انا حبيت برك من هذا المنبر لا فيديو هذه تاع اليوم تروح كامل نشكر فيها الانسان الاول اللي دارني يعني ورالي، وهذا كيما يقولوا هذا الطريق نتاع اليوتيوب. مالغري يوتيوب هذا كان معروف كيما اللي دخل الجزائر وندخلو ونشوفو، يعني راكو تشوفو لو موند راه بين يدينا، نستعمله برك في الحاجه المليحه ان شاء الله. الاخت هي واحد الانسانه، يعني اختي ولا يعني صديقتي ولا مهم، ربي يجعلها سبه في طريقي، وورات لي يعني هذا الطريق، قالت لي حلي مشان يعني وان شاء الله تنجحي فيها. وعلى بالي كي تشوف لا فيديو هذه تفرح، باسكو قالت لي تجي نهار وين توصلي وتلحقي، ما كيما يقولوا ما كوراج برك، لازم الكوراج هذا ما كان. يعطيها الصحه والله يعطيها ما تتمنى هي وليها لولادها لمولابيتها، ربي يسترها ويسترهم لها، وان شاء الله ربي يخلي لها راجلها ويخلي لها صحتها ويعطيها الهنا. هذا واش نطلب لها، الهنا العافيه الصحه راحه البال، سي لي بلوز اسونسييل في الدنيا هذه، ما عندناش هادو ما عندنا والو. حاجه اخرى دراهم الرزق هذا يجي ويروح راكو تعرفوا. دونك انايا من هذا المنبر حبيت يعني نشكرها فوق اللازم، باسكو هي اللي دارت لي رجليا في هذا الرايه، وانا راني نكمل لو شومان ان شاء الله نلحق كما هي، وان شاء الله برك بالخدمه كلش تجيب، كل حاجه تجيب بالخدمه وبلا سانسيريتي بلونيتي، هذو هما الصح. انسان يكون
سبونتاني، ما منكون عفوية هكذا، ما لازمش نتصنع، أنا ما عنديش ديك الطبيعة تاع التصنع. في الأول صح لي فيديو تاوعي كانوا شوية تيميد، يعني كانوا شوية ريزيرفي باسكو كنت جديدة وفيها لو تخاك، ماشي ساهل مالغري نخدم في داري مع ولادي وعدوزاني، يعني ما كش اللي يسيف عليا حاجة ولا يقول لي حاجة، مي هكذاك فيها هذاك لو تخاك دو موموك على بالي بلي الناس رايحين يشوفوها. بشوية بشوية بديت ندخل في كيما يقولوا في المعمعة وبالعقل بالعقل دوك بديت نتسرح الحمد لله. باسكو علاش كونت العائلة تاعي، العائلة تاعي هما نتوما، باللي يحبوني باللي ما يحبونيش باللي كريتيكي وفي بوزيتيفمون نيجاتيفمون ما يهمنيش، انا المهم راني نوصل الرسالة وشوفوا انايا الداخل واش راني نمد، انا نمد صح مني، ما نكذبش ما نغش ما نترافيكيش جامي درت حاجة وخبيتها ورحت جبت لكم حاجة، ربي شاهد عليا الا ماشي انتم شاهدين ربي شاهد، ونمد صح مني والله كي تنجح لي الحاجة ونديرها لكم افيك بليز، وكان نصيب ندخلها لكم تذوقوها من ليكرون كاع. وعلى بالي باللي فو غوسوفي واش راني نبعث لكم، وانا كاع الناس يعرفوني مام كي كنت نقري والله قريت اشكال والوان كبارات صغارات، اللي قاري اللي ماشي قاري ننسى ورجال، الحمد لله كاين اللي راه كويزينيي كاين اللي راه فتح حانوت الحمد لله ربي يبارك لهم، وان شاء الله ضميري مرتاح انا كي نمد حاجه نمدها صح مني بلا خداع بلا والو، والحمد لله ربي ان شاء الله يوفقني في هذا الطريق. فوالا هذه هي الانسانه الاولى اللي قلت لكم عليها، بلا ما نذكر الاسماوات هي على بالها بروحها، ان شاء الله برك تشوف لا فيديو ونقولها يا اختي يا اختي الله يعطيك وي منك، واش نقولها الصحه والعافيه وراحه البال، هذا واش نطلب من ربي يمد لها بوكو بلوس. شكون الدوزيام ولا الثاني اللي الاخر هو الزوج تاعي سي نورمال، انا راني متزوجه باين بلي عندي زوج دونك هو اللي مساندني هو اللي يقضي هو مسكين اللي دي فوا لا نحب اللاشي نقول واقيلا ما نوصلش ويقول لي لا لا كملي راكي يعني راكي مليحه والله يكورجني يواسيني يعاونني دي فوا يعاونني في الدوزان، والله يعني ربي عطاني زوج ما شاء الله الحمد لله وبيه اللي يعني دوك معاشره تاع 30 سنه، يعني دوك اللي كيما الاخر نشد فيه بلوس باسكو في الاول نكونوا صغار ما نعرفوش يتوم بعد كي نكبروا بالك الكبارات على بالهم كي نكبروا نصيبه هو ويصيبني، يعني غد النظر دراري يا دراري دراري عندهم عيشتهم من المراه وراجل ان سيغتان مومون تاع الزواج، يعني مور 20 سنه يتو تولي يعني انديتاشاب يعني ما يولوش نقدروا نتفرقوا، ان شاء الله ربي يخلينا هكذا مجمولين كاملين مع وليداتي. كاين تاني توليدي الكبير بون ماشي كبير طفله هي اللي كبيره، عندي وليدي يقرا في الجامعه وكاع تعرفوه، هو اللي يدير لي المونتاج هو دير لي الديزاين هو دير لي لوغو هو خدم لي كلش يعني يعطيه الصحه. في الاول دي فوا يزعف عليا ماشي يزعف يقول لي ماما انا عييت، يقرا عنده قرايته الحمد لله، وانا كنت نتنرف عليه ونعيط معاه والله غير يعني هذيك هي حلاوتها، بصح مع لي ديغني مو يعني هذو لي ديغني مو هذو الشهور الاخرين وليت تعلمت كسرت راسي حتى تعلمت المونتي لي فيديو ما نمونطيهمش بالطبع يعني، بصح هو يكمل لي يسقم لي خير من يعني اللي كان يدير لي كلش الحمد لله، اون افونس دون لا في واحد اللي كسر راسو دايما و كونت اون فو اون بو، وعندي دوك زوج وليدات هذوك مساكن كانوا يشدوا لي كانوا يقضوا لي كانوا دي فوا يزعفوا دي فوا يتنرفوا عليا يعني حكايه طويله والله الحمد لله كي وصلت لهذا كيما يقولوا لهذا المرتبه. بلا ما نطول عليكم هاني شكرتكم كامل نزيد نشكركم كاملين على لي ميساج البوزيتيف نيجاتيف، ما عندي حاجه انا اللي حاجه في قلبها من جهتي تهدرها ما عندي حاجه، وما مانا كي نتقلق من وحده ولا دارت لي ميساج نهدر يا سيدي ما عندي ما نخاف وما عندي ما باسكو انا راني اونات انا يا ربي اللي راه شاهد عليا باللي ما نكذب عليكم ما والو الحمد لله، وكي نقرا لي ميساج حن نفرح وكي تنجحوا شحال نفرح والله كي ديروا حاجه نفرح لكم اكثر من اللي نفرح لروحي باسكو نقول باللي سي بون هاو الميساج الحق يعني
مديت صح مني وراهم ينجحوا والحمد لله. سختو هذ البنات اللي هم جايين راحين يتزوجوا ولا عرايس جداد ولا ماذا بيا يولوا نساء بأتم معنى الكلمة، يعني ماشي بطياب بركة. ما إن شاء الله حندخل دوتخ سوجي في هذا. خلوني برك نوالف شوية، نحط مليح رجلية ومن بعد كيما نقولوا نديروا دوتخ سوجي ان شاء الله. الكروشي ما نسيتكمش فيه، راني دايره واحد البروجي ان شاء الله راهو جاي ذا وين زاد، راني نربي فيه غير بالعقل. مازال دوتخ سوجي ان شاء الله نعود ننهي، وعلاش لا لا، راني كبيره يعني دوك نقدر ننهي راكو كي بناتي ولا ننهو مليح النصيحه. الى هو لو كليمه هكذا تفطن ولا ترجع للطريق ولا ان شاء الله ربي يدنينا برك نديرو فعل الخير. هذا ما كان، ما نطولش ثاني عليكم، كل دقيقه نقول لكم ما طولش راني طولت. المهم ان شاء الله ما نسيت حتى واحد فيكم، ما نقدرش نذكر الاسامي بصح كاين دي فيدال ما ننساهمش ودايما في بالي ودايما نحوس على لي ميساج تاعهم. كاين اللي بانوا ما زادوش بانوا، كاين اللي راهم والله يعني راهم من كل بلاد من كل منطقة. يكتر خيركم كاملين ومبروك علينا كاملين هذا لو تروفي، ماشي غير ليا، لينا كامل باسكو ولينا عائلة واحدة. خلاص خلاص الهضره نكمل هنا، نقول لكم تبقاو على خير ان شاء الله. من غدوه ان شاء الله نزيد نكمل لكم وصفات، نبقى شويه في الحلويات الجافه، نبقى ندير لكم فيهم وزيدوا انتم طلبوا لي واش تحبوا، واللي نقدر عليها يعني سمعا وطاعه، واللي ما نقدرش تعذروني. كاين حوايج كاين دي يعني ظروف في الغالب، وتسمحوا لي كامل وتبقاو على خير. مع السلامه.